التأمين الصحي حق لكل مواطن، وتوفير المناخ الملائم لتقديم خدمة طبية راقية حق لكل طبيب. الطرفان معا اليوم في 90 دقيقة، والشعب يواجه وزير الصحة. الطبيب امتى هياخد مرتب مجزي؟ انا عايز اشتغل شغل مجزي يخليني يكفيني انا وبيتي واولادي. فوجئنا امس بتصريحات صادرة عن السيد وزير الصحة بيقول فيها ان ممكن لا يطبق كادر الاطباء هذا العام، واحنا بنشوف ان هذه تصريحات محبطة لكل الاطباء. يا وزير الصحة، بقالي 15 يوم دايخ على لبدول امبول 10 ملي، فين؟ لا في الاسعاف ولا في الصيدلات الكبيرة. في اهمال وما فيش اهتمام بالمريض خالص نهائي في التأمين الصحي اللي جنب المحافظة بتاعت الجيزة. انا مريض اورام غدة نخامية، بقالي سنة كده دايخ مش عارف اتعالج بين هيئة التأمين الصحي وبين مركز الجمالية بمعهد ناصر. ما بنلاقيش اهتمام بالناس. احنا حضرتك في مرة انا كان ليا ابن عمي جايبين له ترول في الطرقة علشان خاطر مش لاقيين له سراير. انا عندي سيولة في الدم، لازم اخد الاسبرين بروتكت، ده مش لاقياه خالص في السوق. مشكلة الخدمة العامة اللي في الوحدات الصحية، مشكلة الطبيب نفسه اللي مش متدرب من خالص يعني تقريبا. كفايه علينا قوي بدل العدوى الفظيع اللي بيديه لنا اللي هو 12 جنيه، حد يجي له هيباتيتس سي ولا هيباتيتس بي ويقول لك بدل العدوى بتاخدها كل شهر 12 جنيه، الفاكسين بتاع الهيباتيتس بي دلوقتي الفاكسيره كلنا عارفين بيبقى بكام، وبناخده على حسابنا، وزاره الصحه ما بتوفرلناش فاكسينات. انا عايزه يبص بعين الرحمه للناس اللي بتتعرض على الكوميسيون، الراجل اللي ما بيلاقيش ياكل ولا يشرب ولا ياكل مراته ولا اولاده وما لهوش اي تامينات وعايز يخش في معاش ابوه او امه. فين الخدمات بتاعت المستشفيات؟ فين العلاج؟ فين الدكتور اسنان يقول لي مفيش معدات، مفيش عده عند الشغل بيها. انا يمكن عندي محتاج اجابات تلغرافيه عشان لسه يعني الكلام جاي كتير. سؤال: متى يحصل الطبيب على مرتب مجزي؟ اول سؤال اتسال في التقرير. متى يحصل الطبيب على مرتب مجزي؟ لو سمع كلامي هو اكيد هيسمع كلامي. انت الوزير لازم يسمع كلامي، بس هيعمل ايه؟ لا هو حضرتك دلوقتي لازم نعرف ان عشان نوصل. ممكن انا اسال سؤال؟ بتاخدي كام؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش بتاخدي كام مرتب؟ بيتصرفوا قبل ما ناخدهم. ايوه بتاخدي كام يعني؟ لا متهيألي النواب اللي في سني دلوقتي بياخدوا حوالي 800 900 جنيه في المستشفى. اللي هم يعني عين شمس، يعني عشان لو هنقول عين شمس. نواب الجامعه يعني؟ لو بتتكلم عن نايب وزاره الصحه. لا جامعه، ما احنا ما اعرفش. وزاره الصحه 250 وليله المبيت ب 5 جنيه. ده بالنسبه للامتياز. وبنروح نجيب الجوانتيات والكانيولات نحطها وجبنه يوم النبطشيه. او الدكتور بيبتدي بعد ما يخلص الامتياز. او ياخد شهادته بس مش دي بقى. مش دي فعلا اللي معلش سؤال اتسال لازم نساله سياده الوزير. طيب كادر الاطباء سيادتك قلت. ما انا هقول لحضرتك بص على حاجه، ما هو احنا لو بنتكلم على المرتبات يبقى لازم نفهم نصلح الحكايه دي ازاي. كادر الاطباء ده مشروع ما حدش تبناه في تاريخ وزاره الصحه. ما فيش وزير جه في وزاره الصحه وتبنى مشروع كادر الاطباء غيري. فما حدش يجي زي ما بيسموه عليه يقول ايه يزايد على وزير الصحه الحالي اللي هو حضرتي ويقول له حضرتك مش متبني مشروع الكادر. بأمرت ايه؟ انا اسهل حاجه كنت اعملها لما كانوا الاطباء كانوا يتكلموا على الكادر كنت اقول لهم ما فيش كادر زي ما زمايلي عملوا قبل كده. كادر ايه ووجع دماغي إيه؟ لا الحقيقه انت في اول لقاء ليك سياده الوزير معايا كان من فتره طويله كان يوم 20 او 19 9 حاجه كده مظبوط. وقلنا ان مشروع الكادر ان انا عملت لجنه، هذه اللجنه مخصوص عشان صحيح. تعمل تتبنى هذا المشروع. لابد ان الانسان يكون عنده شيء من الـ من الـ من العقل والادراك. هذا المشروع مشروع بنسميه مشروع الامل للعاملين في قطاع الصحه سواء كانوا طبيب او جميع العاملين لغايه ما نخش الاداري. لان انا على فكره ما بطلعش الاداري بره، بطلع الاداري بره المشروع الاصلي اللي هو المشروع اللي هو اسم الكادر دوت كادر مهني طبيعي. وبخلي الاداري كجدول مالي عشان مش ممكن الاداري ينفصل. لكن تطبيقه وعدم تطبيقه غير راجع لوزير الصحه. تطبيقه عدم تطبيقه راجع لمين؟ هو مشروع بيقدم. انا بقدم المشروع بحاول فيه بجاهدا وبقدمه لمجلس الشعب وبقنع ومجلس النواب ومجلس الشورى، بقنع ونحاول نقنع برجالتنا يقنعوا
الموجودين فيه بان هم يضخوا اموال من هو في الاخر الموازنه بتناقش فين في مجلس الشعب والشور ما هي الموازنه بتتفرد قدام الكل بيبقى هنا في فلوس تتحط هنا لا تتحط هنا مين اللي مين اللي بيؤكدها في الاخر نواب الشعب اللي هم اب وام اي من الاطباء المتحدثين قبل ما يكون الوزير الوزير بيقدم المشروع وبيطالب بيه علشان ده بيقول ان ده احد اساليب اصلاح المنظومه الصحيه يعني احد اساليب المنظومه الصحيه ان احسن مرتبات العاملين عندي ليه ما هو انا عايز اطلع قرارات اكثر صرامه عايز اخلي الدكتور يقعد في المستشفى اكتر عايز اقفل له عيادته الصبح يعني من ضمن الحاجات الناس بتنسى ان انا عايز اعمل انا عايز تقفل العياده الصبح طب انا هقفل العياده الصبح من غير اوجد البديل من غير لا من غير ما اكون مديله ما يعوضه ما يعوضه على على حتى ان هو لا يعوضه عن لا ما هو ان هو يفتح عياده الصبح وقت الشغل ده اساسا غير قانوني لكن انا بتكلم على ان هو ممكن يفتح عياده في وقت شغله في وقت اجازه في وقت يوم اوف بتاعه في يوم نبطشيه يوم كهو هل هم جانا من الاسباب يوم الجمعه انا بتكلم عن ان انا عايز اقفل العيادات الصبح كلها طب انا اقفلها ازاي الصبح كلها وفي نفس الوقت انا مش مديك مردود مالي يخليك تقعد في المستشفى وتؤدي وانت غير مكتئب وانت هو تؤدي ولا تخرج اكتئابك نتيجه لاحساسك بالظلم على المريض طب ما هو ده في النهايه يؤدي او بتعمل اللي عليك مش هتعرف تعمل شغلك يا فندم فعشان كده دي انا عارف من ضمن اساسيات اصلاح هذه المنظومه ليس فقط التامين الصحي الضمان الصحي الشامل او الا برضو ارتقاء بمستوى مرتبات الاطباء في 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 سكتين في سكتين سكه مباشره وسكه غير مباشره يعني ارتقاء بمستوى دخل العاملين في الوزاره في الوزاره كلها عشان تفتكر حد الديوان الوزاره كلها من اول اسوان لغايه اسكندريه الفكرتين دول ايه؟ اول فكره هي الفكره المباشره اللي هي ان احنا نزود الفلوس مباشره بكادر على حسب قدرات الدوله وده الكلام اللي كنت بقوله دايما الكميه التي ممكن ان تضخ في هذا المشروع تتوقف توقف شديد جدا على الحاله الاقتصاديه للبلد ساعه تطبيق القانون. طيب الاماليه الطريقه الثانيه اللي هي غير مباشره بنتكلم عليها ديت اللي هي موضوع الضمان الصحي الشامل. طب ليه؟ ليه دوت هيغير تماما من الهيكل الوظيفي والهيكل المادي بتاع الاطباء. هلك لو كنا يمكن تقابلنا سابقا وقلنا ان ما يتم صرفه في مجال الصحه في مجال في منظومه الصحه في مصر تصل الى 75 مليار جنيه مصري. يصرف في مجال الصحه. قلنا ان الدوله بتصرف حوالي 26 قول 30 35 مليار جنيه. يبقى عندك 40 مليار جنيه يروحوا فين؟ بيصرفوا في بيروحوا يجيبوا مين؟ بيروحوا في طرق ايه مختلفه؟ فيهم في عدم عداله في توزيعهم اكيد. بيخشوا جيوب ناس معينين، هيئات محدده، جهات مخصصه، مستشفيات معينه، ولكن لا يدخلوا السواد الاعظم. طيب. شركات تامين معينه. دي برضو الدواء. الدواء شركات الدواء بتبيع الدواء ب 24 مليار جنيه. برضو في كلام على الدواء ان في ادويه كثيره مش متوفره في الاسواق. ده حقيقي فعلا. هو دي بص حضرتك موضوع الدواء ده نخليه نقوله على بعضه أوكي. علشان من لان هو محتاج شويه من التوضيح بتاع لكن لو اقول بس الرقم ان الدواء بيتصرف فيه شركات الدواء بتبيع حوالي 24 مليار جنيه دواء جوه مصر. طب احنا في الصحه بنصرف 5 طب ال 19 مليار دول مين اللي بيدفعهم؟ وبيتوزعوا ازاي؟ يبقى اهم حاجه في مشروع الضمان الصحي الشامل هو اول حاجه العداله الاجتماعيه. والشفافيه الحاجه بتتصرف فين وبتيجي منين؟ لا 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 دي حاجات بتتصرف كده. بس سيادتك هتلغي العلاج على نفقه الدوله اذا عملت الضمان الصحي؟ لو ما ينتهي هذا النظام طبعا هينتهي. حضرتك المشروع نفقه الدوله ده هدفه ايه؟ هدفه ان هو يجد وسيله يضخ فيها اموال لمواطن غير قادر على دفعه وليس له مظله تامينيه. يبقى واحد ملوش مظله تامينيه وغير يعني واحد مريض ما عندوش ميديكال انشورنس ما عندوش تامين صحي فبتدور له انت على مكتب عايز يعمل عمليه في القلب يروح يعملها ببساطه من غير اي اجراءات بيروقراطيه ده من انت بتتكلم على التامين الضمان الصحي الشامل ايوه بكل تاكيد وحضرتك هو اللي هيتطلبه اللي هيتطلب الموضوع برضه انا احب دايما اشرح هذا المشروع اكثر من مره علشان الناس تفهم الموضوع ده ماشي ازاي احنا عندنا صفحتين الصفحه الاولى مكتوب فيها المريض الغير قادر والنص الاولاني من الصفحه النص الثاني من الصفحه مكتوب فيه المريض القادر المريض الغير قادر بنص الدستور ان الدوله مسؤوله مسؤوليه كامله عن علاج المواطن الغير قادر ده التعريف الاول النقطه الثانيه من هو المريض الغير قادر هل هو
دور وزارة الصحة أن تحدد من المريض غير القادر، لا، إحنا في وزارة، وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بتحدد غير قادري، يبقى الدولة ملزمة أن تدفع الاشتراك الكامل للمواطن غير القادر للهيئة بتاعة التأمين بتاعة ضمان الصحة. حالة اجتماعية عشان تثبت أن المريض غير قادر. أنا مش هتطرق إزاي يسجل، أنا باخد المسجل عشان أنا أعمل شغلي صح. أنا أبعد رأسي تماما عن هذا الجزء، يعني اتركه اثبات ان هو غير الدكتور نجوى ومجموعه من الناس لازم يروح يعمل الاجراءات. نسال الدكتور نجوى كيف تحدد هي غير القادر، دي شغل ثاني بحث حاله اجتماعيه اكيد. فهي بتديني غير القادر، زي ما احنا مثلا في غير القادر هنبدا، وخدنا الحمد لله زي ما كنت قلت في البرنامج، احنا خدنا رئيس وزراء بمد مظله التغطيه الشامله للضمان الشامل في 4 محافظات في الصعيد، اسوان، الاقصر، رؤينا وسوهاج. هنبتدي ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي في اسوان نبدا بتسجيل او بدء تسجيل جوه بقى المنظومه بتاعتنا غير القادرين. ايه الميزه، يعني ايه الميزه بتاعته؟ هو الميزه بتاعته ان هو في المرحله الحاليه هنستعمل بطاقه اللي هي الرقم القومي، المرحله اللي بعد كده يبقى فيه كرنيزه بتاع الفيزا كده او زي البطاقه. هو مسدد ده بيدخله اي مستشفى؟ اي مستشفى احنا خاصه او عامه. انا هقول لحضرتك عشان برضو الموضوع ما يبقاش بالظبط، احنا اول حاجه بنعملها ان احنا لو تعرف حضرتك ان التأمين الصحي الحالي ما عندوش غير 38 مستشفى متعاقد مع بعض المستشفيات، لا احنا هندخل وحالتهم يرثى له، هندخل كل المستشفيات الاول في الموضوع في المنظومه، كل المستشفيات بتاعت الحكومه سواء كانت حكومه او تعليمي الصحة او تعليمي او جامعه او شرطه او جيش. تمام، دي اول حاجه. وبعد كده بنروح للقطاع الخاص، يعني مستشفيات القوات المسلحه داخله في المنظومه. ايوه فندم، ليه يا فندم؟ لان هو مستشفيات كويسه. ونمرة اتنين ليه؟ لان هو هياخد اجر الفحص الصحيح. تمام، هذيك لما بتيجي تتكلم على 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 ثمن الفحوص بتجد مثلا، انا دايما بدي مثلا زائد الدوديه، لو الفحص بيكلف 1000 جنيه اللي بيتسدد دلوقتي 200 جنيه، طب 800 جنيه يجوا منين؟ ما هي بيتكلم على الفلوس، ما هو كلام واضح. لكن التامين الحالي ده هيدفع الثمن الحقيقي للفحوص عشان الدولة اللي بتدفعه يا فندم. لا يا فندم، حضرتك لسه ما رحتيش للصفحة الثانية. اتفضل. لسه عايشة في النص الأولاني من الصفحة الأولى. مظبوط. أنا دي اللي أعرفها حاليا، حضرتك لو تشرح لنا الصفحة الثانية ممكن. طيب حضرتك احنا بنتكلم على هذا الجزء. نيجي بقى للصفحة النص الثاني والصفحة الثانية اللي هو إيه؟ القادرين. تمام. القادرين ده يخلونا نقلب الصفحة. نخش على القادرين نلاقي في الصفحة الثانية مكتوب السطر الأولاني. ادفع الألف. يعمل. لا 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 خالص. يعمل في الحكومة أو لا يعمل في الحكومة. Okay. نص الأولاني من الصفحة يعمل في الحكومة، يبقى اسم النصين، يعمل الحكومة بيدفع 1.25%، ده احنا المشروع احنا مقدمين 1.25% من المرتب الشامل، من شامل المرتب مش من الأساسي. مش الأساسي اللي هو والدولة بتدفع 4% من شامل المرتب. وده بقى أساس العدالة الاجتماعية. ولو تسمح لي أشرح لك بعد ما أرجع للنص الثاني من الصفحة، النص الثاني من الصفحة يتقسم اثنين، يا صاحب عمل يا عمل. اللي بيعمل بيدفع الواحد ربع ونص، الواحد ربع بتاعه برضه، وصاحب العمل بيدفع الأربعة. ولو كان هو صاحب عمل قائم لنفسه بيدفع الخمسة ونص بتوعه، الخمسة وربع بتوعه. اللي هو واحد صاحب عمل وما عندوش موظفين. يبقى احنا بنتكلم على صفحة أولى قادر وغير قادر، بنتكلم على الصفحة الثانية يعمل في الحكومة ولا يعمل في الحكومة. احنا ليه اتكلمنا على المرتب الشامل؟ طب ممكن الصفحة الأولى قادر وغير قادر، القادر بيعمل إيه؟ ده هيفيده فيه؟ القادر على الصفحة الثانية. اللي هو يعمل في الحكومة أو لا يعمل في الحكومة. تمام، اللي يعمل في الحكومة عارفين. عليه واحد وربع من مرتبه الأساسي. اللي لا يعمل في الحكومة هيدفع بنفسه كل التكاليف؟ لا، ما أنا قلته يا فندم. أنا أنت تتفت مني ليه؟ واحد من الشعب أهو بسأل. بس. هو هيدفع، أنا دلوقتي هقول لحضرتك مثل حي. واحد بياخد مرتب 1000 جنيه وواحد بياخد مرتب 10,000 جنيه. لو احنا نزلنا دلوقتي للوضع الحالي زي ما حضرتك ذكرت، الطبيب اللي بياخد 1000 جنيه ده لسه متعين، موظف زيه بياخد 1000 جنيه، والتاني بياخد 10,000 جنيه. الاساسي بتاع 1000 جنيه ده كام؟ 48 جنيه. هيدفع 10 جنيه على 1000 جنيه اللي هي الواحد ونص، بس مش هيدفع بقى زي ما كان دلوقتي بيدفع 1% على 48. في حين ان الاساسي بتاع ال 10,000 جنيه هتلاقيه 250 و300 جنيه. لكن ال 10,000 جنيه بقى الواحد في الواحد ربع بتاعت او الخمسه وربع بتاعت ال 1000